تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية للبنية الإفريقية للسلم والأمن، واحد من توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته رئيس قدرة إقليم شمال إفريقيا. كان ذلك في الاجتماع النصف السنوي السادس للاتحاد الإفريقي المنعقد بالعاصمة الغانية أكرا، مقترح لقي ترحيبا من قبل الاتحاد الإفريقي وتمت الموافقة عليه. خطوة أولى يتوقع أن يليها تحرك يصب في إطار إعادة هيكلتها وإعادة النظر في نظامها الأساسي والمهام المنوطة بها باعتبارها قوة مؤسسة سنة 2004، غير أنها لم تكن فاعلة. مشاكل إفريقيا تسوى إفريقياً، ولا مجال للتدخلات الأجنبية تحت غطاء حفظ الأمن والسلم، مبدأ سام سيصبح تجسيده ممكناً في دول إفريقيا بعد تفعيل هذه القوة حسب الخبراء. من أبرز مهام هذه القوة هو الاستجابة الحثيثة للأزمات والانتشار السريع، وتعد قدرة شمال إفريقيا أحد هياكل القوة الإفريقية الجاهزة، بالإضافة كذلك إلى سد الطريق أمام منطق التدخلات الخارجية الذي عاث فسادا بأمن وسلامة واستقرار المنطقة الإفريقية. دور استراتيجي وفعال ينتظر أن تلعبه الجزائر تحت لوائها باعتبارها قوة إقليمية، ومن مبادئها حماية مصالح إفريقيا بعيدا عن الحسابات الضيقة. مقترح الرئيس عبد المجيد تبون بإعادة تفعيلها يبرز أن للجزائر ورقة طريق تخدم إعادة تفعيل هذه القوة بما يتماشى والمصالح الاستراتيجية للقارة الإفريقية. تعويل على الأدوار الاستراتيجية لعديد من الدول الفاعلة من أبرزها الجزائر، أولاً كقوة إقليمية، كبلد فاعل، كبلد كذلك يمتلك مقاربات تخدم مصلحة القارة الإفريقية بعيداً على الحسابات الضيقة، أو بعيداً كذلك على الحسابات ربما المحدودة، وهذا ما ربما يدفع بالتعويل على الحضور الجزائري. قدرة إقليم شمال إفريقيا الذي يرأسه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية آلية من آليات القوة الإفريقية الجاهزة، سيجري تمريناً ميدانياً حسب توصيات الرئيس، الأمر الذي سيشكل إضافة نوعية لإعداد وتحضير القوة الإفريقية الجاهزة برمتها التي ستكون حصناً لإفريقيا.